مشاهدينا الكرام، اسعد مساء، اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. بداية وبمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس هيئة وسيط الجمهورية، انطلقت اليوم بالمدرسة الوطنية للإدارة أشغال ملتقى وطني موسوم بوسيط الجمهورية مكسب من أجل خدمة المواطن. أشغال والملتقى التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة وممثلو هيئات دستورية ومؤسسات عمومية تميزت بكلمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي قرأها وسيط الجمهورية مجيد عمور، حيث أكد فيها السيد الرئيس أن هذه المبادرة تسمح بتعميق التفكير وتوسيع الحوار والتشاور حول الخدمة العمومية التي يتوجب على الإدارة والمرفق العام توفيرها وتحسينها، مبرزا أن خدمة المواطن ينبغي أن تكون جوهر كل جهد وكل مسعى وكل مبادرة لبناء جزائر جديدة على أسس صحيحة قائمة على الإصغاء للمواطن والاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري. رئيس الجمهورية أكد أن الجزائر الجديدة ماضية في إصلاحات عميقة وواسعة، ليس فقط على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بل من أجل إحداث القاطعة الحقيقية مع الذهنيات والممارسات المقيتة، وذلك بإلاء كل العناية لأخلاقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بشتى أشكالها، مشددا على أن كرامة المواطن ليست شعارا ولا كلام مناسبات، بل سياسة ومنهج وأسلوب عمل في الجزائر، مبرزا أن تقريب الإدارة من المواطن ليست شعارا بل محتوى تعكسه الإجراءات والإنجازات في الميدان. وتأتي هيئة وسيط الجمهورية تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية لتكون رافدا هاما في هذا المسعى النبيل. لقد أصبح لهذه الهيئة مع الهيئات الاستشارية الأخرى كالمجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني دور متنام في مجال تكريس ثقافة الإصغاء ونقل الانشغالات ورفع العراقيل البيروقراطية المؤرقة وإيصال المقترحات والانشغالات من مختلف شرائح المواطنين إلى الجهات المعنية والسلطات العمومية لمتابعتها والتكفل بها. وإذ أنويها في هذا المقام بالجهود المبذولة من إطارات ومنتسب الهيئات المذكورة، أدعو إلى المزيد من الاجتهاد وروح المبادرة وفتح الآفاق نحو علاقات جديدة ومرنة تساعد على مد جسور التعاون وترفع من القدرة على الإقناع، لتكون هيئة وسيط الجمهورية وغيرها من الهيئات الوطنية بهذه الرؤية التفاعلية المتفتحة في خدمة المواطن حقيقة، لأن خدمته هي سبب وجودها. في التعاون العسكري، شرع الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة رسمية إلى جمهورية رواندا بدعوة من الفريق أول مبارك موغانغا رئيس أركان الدفاع الرواندي. هذا وعقب وصوله استقبل أمس الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بمقر إقامته بالعاصمة الرواندية كيغالي الفريق أول مبارك موغانغا رئيس أركان الدفاع الرواندي الذي أدى له زيارة مجاملة. اللقاء كان فرصة للطرفين لتبحث مختلف المسائل التي تهم جيشي البلدين. وكان في استقبال الفريق أول لدى وصوله إلى مطار كيغالي الدولي الجنرال باتريك كارو ريتوا مدير التعاون الدولي العسكري بالقوات الرواندية للدفاع. وخلال هذه الزيارة التي تندرج ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الرواندية، سيتباحث الطرفان المسائل ذات الاهتمام المشترك. The
بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، شرع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في زيارة عمل إلى جمهورية فنزويلا البوليفارية، حيث حظي أمس باستقبال من طرف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالعاصمة كاراكاس، وسلمه رسالة خطية من طرف رئيس الجمهورية ونقل له التحيات الأخوية للسيد الرئيس. الطرفان تطرقا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الطاقة، كما عرض عرقاب الترتيبات التي اتخذتها الجزائر والتحضيرات الجارية تحسبا لعقد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي ستعقد بالجزائر في 2 مارس الداخل. وبالمناسبة أكد عرقاب تطلع رئيس الجمهورية إلى مشاركة فعالة لجمهورية فنزويلا في هذه القمة ومساهمتها في دعم وتعميق قيم التضامن بين أعضاء دول المنتدى بهدف تعزيز الحوار وتكثيف المشاورات لتطوير مواردها من الغاز والصناعة الغازية، وكذا رغبته في تطوير العلاقات التاريخية بين البلدين. وبدوره كلف رئيس الفنزويلي وزير الطاقة والمناجم بنقل تحياته الأخوية إلى السيد الرئيس، مؤكدا عزم بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع الجزائر والارتقاء بها إلى أفاق أوسع. والآن يرفع على مسامعنا أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الجزائر وما جاورها من مدن. نتحول الآن مباشرة إلى مقر مجلس الأمن بنيويورك، حيث كلمة الجزائر. طوال هذه العملية سمعنا دعوات لنعطي وقتا لمسار موازن، وذلك للحفاظ على ما يحظى به هذا المسار، المسار من فرص إذ أثيرت شواغل أن أي إجراء يقوم به المجلس قد يقود من هذه الجهود ويعرضها للخطر، ولكن انقضى ما يقرب من شهر بعد صدور أمر محكمة العدل الدولية، ولازلنا لا نرى بارقة أمل، بارقة تدلل على تحسن الوضع في غزة. الصمت ليس خيارا ممكنا، فحان الوقت للعمل وحان وقت الحقيقة. حضرة الرئيس يتحمل أعضاء مجلس الأمن مسؤولية التصويت تأييدا لتدابير تلتزم بالسلم والأمن الدوليين وتحافظ عليهما. يمثل هذا القرار موقفا مناصرا للحقيقة والإنسانية. ومناهضا للقتل والكراهية. التصويت لصالح مشروع القرار هذا يمثل دعما لحق الفلسطينيين في الحياة. على النقيض من ذلك، التصويت ضد هذا المشروع ينطوي على تأييد للعنف الوحشي والمعاقبة الجماعية المفروضة على الفلسطينيين. التصويت الإيجابي على المشروع يجلب أملا لمئات الآلاف من الأطفال، الأمل في العودة للمدارس والتمتع بحقهم في التعليم. على النقيض من ذلك، التصويت ضد مشروع القرار هو تصويت يؤيد القضاء على حلمهم في حياة أفضل. التصويت لصالح مشروع القرار يعني التضامن مع حق نساء فلسطين، في حين أن معارضة المشروع يعني قبول ممارسات مهينة تدمر
كرامتهن وتقضي عليها. فضلا عن ذلك، دعم مشروع القرار يعني تأييد حق الفلسطينيين في الغذاء، ورفض المشروع يشكل بالتالي موافقة على التجويع كأسلوب حرب بحق مئات الآلاف من الفلسطينيين. التصويت لصالح مشروع القرار يعني دفاعا عن الحق في الحياة، الحق في الصحة، في حين أن التصويت ضد المشروع يعني القبول بانتهاك قداسة المشافي وإعلان بوفاة من فروا من المستشفيات في المقام الأول. حضرة الرئيس، لا يجب على المجلس أن يدعو مجرد دعوة لوقف إطلاق النار، بل يجب أن يكفل التزاما صارما من كافة الأطراف. يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة، إذ تتقلص قيمة وقف إطلاق النار مع كل دقيقة تمر. نقترب بسرعة من منعطف خطير حيث ستفقد الدعوة لوقف آلية العنف ما لها من أهمية وقيمة. اليوم كل فلسطيني هدف للموت والإبادة والإبادة الجماعية. لابد أن نسأل أنفسنا كم عدد الأرواح البريئة التي يجب التضحية بها قبل أن يعتبروا قبل أن يعتبر المجلس أنه من الضروري أن يدعو لوقف إطلاق النار. بالنسبة لنا، وأمل أن يكون بالنسبة لكل أعضاء مجلس الأمن، أن نعي أن حيوات الفلسطينيين مهمة، أرواحهم مهمة. لابد أن نقرر ويقرر كل منا على أي من صفحات التاريخ سنقف. شكرا حضرة الرئيس. أشكر ممثل الجزائر على كلمته، والكلمة الآن للولايات المتحدة. كانت هذه إذن كلمة عمار بن جامع الممثل الدائم للجزائر، تابعتموها مباشرة من مقر مجلس الأمن بنيويورك. استقبل وزير الطاقة والمناجم من طرف نظيره الفنزويلي بيدرو رافائيل تيليتشيا، والذي يشغل أيضا منصب رئيس المدير العام للشركة الفنزويلية للنفط. وخلال هذا اللقاء بحث الجانبان علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة وسبل تدعيمها وتطويرها، خاصة في مجال البحث واستغلال وإنتاج المحروقات والبتروكيمياء والصيانة في مجال الصناعة النفطية والغازية. كما ناقش الطرفان أوجه التعاون المتعلقة بالتكوين والتدريب وتبادل الخبرات بين شركة سوناتراك والشركة الفنزويلية للنفط. استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كازاخستان الشقيقة عاليباك باكاييف، الذي يزور الجزائر في إطار انعقاد الدورة الثانية للمشاورة السياسية بين البلدين. وبالمناسبة نوه الطرفان بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين بفضل قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فتح سفارة جزائرية بأستانا سنة 2022، وثمن عزم السلطات الكازاخستانية على فتح سفارة بالجزائر في المستقبل القريب. كما سمح اللقاء ببحث سبل ترقية التعاون بين البلدين وتوسيع مجالاته بما يتماشى مع إمكانيات الطرفين، لا سيما من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى وإنشاء لجنة ثنائية مشتركة وإثراء الإطار القانوني البيني.
أبرز وزير المالية العزيز فايد اليوم المقاربة الجزائرية في مجال الشراكة والتعاون مع دول القارة الإفريقية في مجال التسيير المالي والمحاسبي، والتي ترمي أساسا لتطوير مهن المحاسبة وجعلها تواكب المستجدات الدولية وتفعيل دور الممارسين والمنظمات المهنية خلال افتتاح اللقاء الإفريقي الرابع لتسيير المالية العمومية. وزير المالية أبرز أيضا أن الجزائر مستعدة للوفاء بالتزاماتها في تحفيز الجهود المشتركة مع شركائها الإقليميين، والتي تهدف إلى التعاون في مجال المحاسبة المالية والتقييس المحاسبي في إطار إصلاح المحاسبة العمومية. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بدر اليوم عن شروع قطاعه في إعداد أجندة استراتيجية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي تمتد إلى غاية سنة 2030، ستكون جاهزة شهر مارس خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، مبرزا أنه سيتم تعبئة الباحثين عبر مختلف مراكز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتطوير هذه الاستراتيجية التي ترتكز على 6 أولويات تتمحور حول الاستجابة لمتطلبات المجتمع والتحديات التي تواجهها الجزائر الجديدة. أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة أن إعادة هيكلة المزارع النموذجية ستساهم في ضمان الأمن الغذائي للبلاد من خلال تخصيصها للزراعات الاستراتيجية، وهذا خلال لقاء وطني مع مدراء تعاونيات البقول والحبوب الجافة وإطارات الديوان الجزائري المهني للحبوب، خصص لتقييم حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024. وبهذا نكون قد وصلنا إلى الختام. هذه الأخبار وأخرى تأتيكم مفصلة على رأس الساعة.